مما يحزن القلب أنه ما من أحد في غالب الأحوال في بلادنا ما من أحد يقف عند القانون. القانون مستباح من على يعني مختلف المستويات، يعني الأفراد والجماعات والمسؤولون والرعية والراعي على مختلف المستويات. القانون لا وجود له، كل جهة وكل طائفة تفعل بنا ما تريد ما تريد. والأدهى من ذلك والأصعب على النفس الذي لا يكاد يصدقه عاقل أن لأننا لكثرة تجاوزاتنا وأخطائنا وتعدينا على القوانين ألفنا هذا الأمر وصرنا لا ننكره كأنه أمر مسلم معترف به بين الناس وبين النخب وبين السادة وبين المحللين، لا ينظرون في أصل المسألة هل هي قانونية صحيحة وإلا غير قانونية، لا، يعني يتناقشون ويتكلمون في الفروع والأصل غير موجود، لا أصل. لما تتكلم الفرع لابد أن يكون له أصل موجود ثابت قانونا وثابت شرعا، لأن المعدوم شرعا وقانونا كالمعدوم حسا. فمثلا برلمان طبرق ومجلس الدولة، برلمان طبرق هذا حتى بمقتضى الاتفاق السياسي الذي أتى به بعد الانقلاب على الشرعية جعل مدته عاما ونصفا ولا يجدد له إلا باستفتاء عام من الناس. وهذه الفرية التي سموها يعني أمر سياسي أو أمر واقعي أتى بها لنا اللعين المبعوث الأمم الأسبق عندما صدر يعني حكم من المحكمة العليا بإلغاء انتخابات البرلمان. ماذا قال للناس وماذا قال للأطراف الدولية العميل اللي وضعه علينا في ذلك الوقت؟ قال لهم هذه مسألة سياسية وليست قانونية. شوف إلى أي حد يصل البهتان والتلاعب بنا واستحقار الناس. شو المعنى هذا الأمر سياسي؟ عبر عليهم فيما بعد لما يكلموهم على حفتر بأنه خارج عن الشرعية ولا منقلب عام يعني 14 منقلب على الشرعية وإلا البرلمان منتهي الصلاحية، ماذا يجيبون؟ يقولون هذا صار أمرا واقعيا، هذا أمر واقعي الآن لابد أن يعني تقبلوه. هذا الكلام لا يطبق إلا على الوحوش في الغابات، هم الذين يقول لهم هذا أمر واقعي وكل واحد يأخذ حقه بنفسه للقوي يأكل الضعيف. هذا منطق الغابات ومنطق الوحوش.